هذا الشوط معا منذ البداية بشعار هجن العاصفة ومذيار من قادة المجموعة بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 45 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني موصولة للمضمر غياث الهلالي. أما الشوط الثاني الشوط الخاص بالثنايا البكار المهجنات الأصايل تاتي شقرا بناموس هذا الشوط بشعار هجن العاصفة ومتابعة مضمرها غياث الهلالي 12 دقيقة 34 ثانية وسبع أجزاء من الثانية، وهو التوقيت الأفضل والأجمل في هذا المساء الجميل في مسافة 8 كيلومترات. أما الشوط الثالث فمكان الموعد حاضرا مع شاهين بشعار هجن العاصفة وقيادة المضمر غياث الهلالي 13 دقيقة 12 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. دسمان ينطلق بناموس الشوط الرابع أيضا بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي 13 دقيقة 3 ثواني بالوفاء والتمام توقيته الزمني. أما الشوط الخامس وبداية الجولة الثانية فكان الموعد حاضرا مع مراسيل التابعة لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي 12 دقيقة 48 ثانية وجزء واحد من الثانية توقيتها الزمني. شوطنا السابع شودة تنطلق بناموس هذا الشوط وتتألق في هذا الشوط وتأتي بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 43 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة وإلى المضمر غياث الهلالي. مصدع يقتنص ناموس الشوط السابع أيضا بشعار هجن العاصفة وقيادة غياث الهلالي 13 دقيقة 12 ثانية وأربع أجزاء من الثانية توقيته الزمني. أما الشوط الثامن مخباط يقتنص ناموس الشوط الثامن وهو الشوط الخاص بالثنايا الجعدان المهجنات الأصايل 13 دقيقة 16 ثانية وجزء واحد من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني موصولة للمضمر غياث الهلالي. الشوط التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي قناة دبي ريسينج وبداية الجولة الثالثة كان الموعد حاضرا مع مياسة التابعة لهجن العاصفة 12 دقيقة 47 ثانية جزء واحد من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني موصولة دائما لغياث الهلالي. ظن تنطلق مع الشوط العاشر أيضا وضيف النقطة العاشرة لهذا الشعار في هذا المساء الجميل. ظن بشعار هجن العاصفة تأتي بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 44 ثانية وست أجزاء من الثانية. أما الشوط الحادي عشر فينطلق مناور بناموس هذا الشوط في اللحظات الأخيرة بالشعار هجن العاصفة ويأتي بتوقيت زمني مقدار 13 دقيقة 17 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والنقطة الحادية عشر في هذا المساء على التوالي. أما الشوط الثاني عشر فيأتي الباهر بشعار سعادة الشيخ عبدالله بن حمد بن جاسم آل ثاني وبقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوش 13 دقيقة 10 ثواني وسبع أجزاء من الثانية هو توقيت الباهر. الشوط الثالث عشر كانت التحديات من نصيب الدهمة بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان ومتابعة الصادق فضل الأمين 12 دقيقة 59 ثانية وتسع أجزاء من الثانية هو توقيت الدهمة. أما شوط الختام شوط الرابع عشر فكانت التحديات من نصيب الشامخة تضيف النقطة الثانية لهذا الشعار شعار الغرفاوي شعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم آل ثاني وبقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي وتاتي بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 4 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي قناة دبي ريسينج. إلى هنا ناتي إلى ختام سباق هذا المساء. تقبلوا تحيات الجميع فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وإلى الملتقى.